الإلكترونية للمكتوبة المسموعة للمرئية، يعني حاضرة معنا من أجل إطلاق هذا المشروع اللي نتمناو له واحد الحياة يعني مديدة، ويكون يعني ريفيرونس ومرجع. جميل جدا أنه طيلت هذه السنوات هذه فالعديد من المبادرات خدات مسارها للإنجاز على أرض الواقع. اليوم اللقاء ديال اليوم هو لقاء الانطلاقة الرسمية لمركز الاستماع والإرشاد في المجال البيئي، بحيث كيف كيعرف الجميع إحدى المجالات الشغل ديال المرصد هو الشق التراكوعي. بعد التراكم ديال أزيد من 8 سنوات من التواجد من العطاء وتتبع العديد من الملفات البيئية على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني في إطار مشروع بشراكة مع مؤسسة نيد، شغلنا طيلة السنة المنصرمة على مشروع ديال إحداث مركز ديال السماع ديال التوجيه، اللي من خلال واحد مجموعة ديال المحاور ديال الشغل طيلة السنة سواء على مستوى ديال إحداث الأرضية أو على إحداث أو على مستوى إحداث دليل مرجعي المباشرات كافة الإجراءات المرتبطة بالشكايات وكذلك التبليغات اللي كيتوصل بها المرصد أو كيرصدوها الفاعلين البيئيين اللي كيشتغلوا بشكل دائم مع المرصد. فاليوم من خلال إحداث هذا المركز نبتغي تسليط الضوء وكذلك فتح مجال أكبر لكل المواطنات والمواطنين للتبليغ على مختلف الخروقات اللي كيعرفها المجال البيئي بمفهومه الواسع، وكذلك إحداث أرضية سواء على مستوى البوابة الإلكترونية أو على مستوى التزويد بالوثائق اللازمة لمباشرة مختلف أشكال ديال التفاعل وكذلك انخراط المواطنات في العملية ديال التصدي للهجمة الشرسة اللي كيعرفها المجال البيئي واللي مع التطور ديال الوقت كتعرف التزايد وكذلك تعقد ديال الأمر. فالأكيد أنه اليوم إصدار هذا الدليل اللي هو كذلك إحدى المخارج الأساسية ديال المشروع، الراغبين في الاشتغال على هذا النوع من القضايا ستتوفر لهم أرضية توجيهية أساسية من خلال يعني معرفة الإطار المرجعي الناظم للعملية أو كذلك المؤسسات المعنية بها، وهذا قد يعطي فرص أكبر لانخراط مواطنات المواطنين في العملية ديال تصدي الخروقات. هذا اللقاء هذا يعني كيلعب دور مهم في مواكبة مجموعة من المجهودات اللي كتقوم بها الدولة في القطاع اللي ممثل في قطاع البيئة لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، اللي كيهدف يعني لرصد جميع الاختلالات اللي عندها علاقة بالتلوث البيئي وكل بمختلف المركبات البيئية بما فيها النفايات، الهواء، نفايات الصناعيات، تلوث البحر، مقالي وما إلى ذلك. هذا بالنسبة لهذا البلاتفورم هذه كتعتبر أول بلاتفورم على المستوى الجهوي اللي كتخص المجتمع المدني، على غرار كاين موقع خاص اللي هو تقريبا كيلعب نفس الدور، اللي هو الحق هو عنده قطاع اللي كيلعب على قطاع عام اللي هو www.shikaya.ma اللي عندي تايا واحد أرضية معلوماتية اللي كتمكن القطاع من تتبع جميع زعما الشكايات اللي كانت وصلوا بها على مستوى هذه المنصة هذه. بالنسبة لهذه المنصة هذه اللي احنا للموضوع ديال اليوم الحضر له للخاصية ديالو كيتجلى في المعالجات ديال الشكايات او الاضرار الناتجه عن التلوث البيئي. shikaya.ma يعني كتعالج جميع يعني اشكاليات الشكايات اللي كيتوصلوا بها. الحق هذه يعني اول نوع الاولى من نوعها اللي خاصه موضوعاتيه بطبيعه الحال موضوعاتيه اللي عندها علاقه بالقطاع ديال البيئه. وحنا كمديريه على غير مجموعه من المصالح اخرى على مستوى الجهه على المستوى الترابي او الجهه الاقليمي او الجهوي، كل مصلحه ولا اداره على
في نقطة التخصص ديالها. ملي كنتوصل للنوعية ديال من هاد الشيكات بحال هادوك راه كيخرجوا خرجات ميدانية كل وكنعملوا التتبع ديالها والتقييم وكتاخذ المسار ديالها كما سائر الشكايات اللي كتوصل بها المديرية أو كاع حتى مع السلطة المحلية. النتائج المرتقبة من مركز الاستماع هي فكرة رئيسية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.